احنا من كم سنه قطر يعني استغلت قطر، انا اتوقع ان اللي قاعد يسوونه يعني 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 اسميه انا شو يعني شو تصوير ومدربين عالميين في دوله تدفع زين، لكن احنا 10 سنين بس استفادوا على مستوى الانديه يا ابو، معلش 10 سنين فريق على فريقين في دوري ابطال اسيا على الاعلام فريق في دوري ابطال اسيا، احنا من 20 سنه من 20 سنه قاعد نقول اقوى دوري عربي الدوري السعودي لا. من 20 سنه زين، من عرفنا كره احنا نقول الدوري السعودي هو اقوى دوري زين، ما كان اربع محترفين في انديه ما تجيب محترفين، قطر سوت كل شيء ودفعت كل شيء، هل دوري القطري يتقارن في الدوري السعودي دوري جميل؟ لو في جمهور لو في جمهور محترفين لو في جمهور بس للاسف ما عندهم بس يعني شنو اللاعب القطري مربط الفرس، اللاعب القطري ما هو متوفر بقطر، لا لا بس انا بس فرق عن بس ما بس بس انت قلت على الجمهور، خلينا نتكلم اخوان في قطر والله قاموا مشكورين يا افضل اللاعبين المحترفين من اوروبا وضعوهم في الدوري القطري والجمهور لم يحضر، انت تتكلم عن كل النجوم حضروا لعبوا الدوري القطري الوقت الحالي نعم. اخرهم اكزافي صح ولا لا؟ نعم. فاحنا قاعد نتكلم يا ابو النجوم استقطاب الجمهور ولكن الجمهور انا بس توضيح انت يعني هذا مو مقياس، انت تقول لي ماكو جمهور، ما في جمهور، انت جبت اللاعب النجم لو في جمهور يتكلم عن ما في جمهور دوري يقارن بدوري، جبت اللاعب النجم عشان تستقطب جمهور.